أربط الاتصال بسيدة واريا بركطة المكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية. أهلا بك سيدتي الفاضلة. أهلا بك. أهلا. طيب، ربما تابعتي الحديث مع الأستاذ. اليوم ماذا يحدث في المناخ، يعني هنا في الجزائر، خاصة في الجزائر، والتغيرات الجوية الطارئة، كيف تفسرين ذلك؟ إذن بالفعل من ناحية الأرصاد الجوية ومن ناحية المتنبئين في الديوان الوطني للأرصاد الجوية، يعني تم التنبؤ بمثل هذه الظواهر. وكما ذكرت أن الاضطرابات الجوية هذه تسلسلت وأصبحت واحدة تلو الأخرى. يعني اضطرابات جوية أصبحت تأتينا من القسم الجنوبي الغربي، لأن هناك إحصائيات يعني قمنا بها. هو نوع الاضطرابات الجوية اللي احنا كنا متعودين عليها هي اضطرابات جوية تأتينا من الشمال الغربي أو الشمال الشرقي، ولكن في هذه الفترة أصبحت الاضطرابات الجوية أكثرها خاصة في فصل الربيع أصبحت تأتينا من الجنوب، من غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة تتركز في جبل طارق، وتوجه تيارات ساخنة وفي نفس الوقت محملة برطوبة، وتنتقل وتنتشر نحو المناطق الداخلية. نعم. اللي هي تعتبر مرتفعة نوعا ما، وهي تساعد يعني العامل الارتفاع يساعد على تكوين السحب الركامية وتكوين بما يسمى بلا كونفيكسيون لتؤدي إلى هذه الرعود المعتبرة. ما شاهدناه أيضا هو أننا المنطقة تاعنا كانت متعودة أنها تشهد رعود على المناطق الداخلية. ممكن نرجع إلى الوراء ونرجع إلى الإحصائيات، يعني فصل الربيع أو بالذات يعني شهر ماي، عشنا من قبل ذلك في 2017 يعني بعض الرعود، ولكن لم تكن بنفس الحدة ولم تكن كذلك مرفوقة ببرد بهذه الطريقة. ما نعيشه حاليا هو ليس فقط تيارات جنوبية بل اضطراب جوي، يعني هو كتلة هوائية باردة تنتقل نحو مناطقنا تشبه الاضطرابات الجوية الشتوية الكلاسيكية. دائما القسم الأمامي للاضطراب الجوي يتمثل في الرعود، أما الاضطراب الجوي نفسه اللي كما نسمي احنا لو باساج دو فرون، لو فرون لوي ميم، هو يتمثل في تساقط امطار تكون مستمره كالتي عشناها على المناطق الوسطى، يعني طيب. ليله السبت للاحد. طيب سيده هواريه بركطه، ربما نفس السؤال الذي طرحته على الاستاذ قاضي، ربما نتحدث عن مستقبل المناخي لهذا البلد، يعني توقعات من خبراء في المناخ بأن عواصف ستكون في دول المغرب العربي، يعني هل ما مدى صحة هذه المعلومات؟ إذا فيما يخص بما تسمى بالتنبؤات الموسمية أو بما تسمى بالسيناريو لتوقعات الطقس كيف سيكون خلال السنوات القليلة القادمة أو 10 سنين أو 5 سنين القادمة، يعني كل هذه النماذج العددية ما عندهاش يعني لا تستطيع أن تقوم بالتنبؤ بدقة، بهذه الدقة أن تعرف هل هناك يعني راح تكون عندنا حقيقة اضطرابات جوية بهذا الشكل. ولكن هذه السيناريوهات التي وضعت لدراسة تغيرات المناخ تسمح لنا وتقول باللي هناك حقيقة تغير في المناخ، وبصفة عامة إذا كان هناك خلل في المناخ إلا وراح يكون نتيجة اضطرابات جوية تكون نوعا ما يعني قوية ومتطرفة، هذا بصفة عامة. أما الدقة أن يعني شمال المغرب العربي قد يعيش مثل هذه الأوضاع، يعني هو نوعا ما كلام نقدر نقولوا مش غير صحيح، ولكن المصداقية تاعه ضعيفة جدا، لأن كل النماذج العددية هذه ما تعطيناش هذه الدقة، تعطينا برك احتمالات كيفاش راح تكون الاضطرابات الجوية، هل راح نعيشوا موجات حر أم لا، ولكن بصفة عامة جدا وما عندهاش يعني الدقة التي نجدها في التنبؤ اليومي. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة هورية بركتا، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.